ألمع نجوم العمل الإنساني على مستوى الأمة بل على مستوى العالم. دكتور هاني البنا إضافة حقيقية لرصيد مكنون هذا العمل الإنساني والخيري. جميل أن نكون في هذا الرحاب، والأجمل اسمحوا لي أن يكون أغلب الحضور هم من الشباب الواعد القادم إلى ساحة ورحاب العمل الإنساني والخيري، يعني بعقل مفتوح وبخبرات تراكمية ورثها أمثال جيل الدكتور هاني البنا. بداية كلمة ترحيبية باسم جمعية الشيخ عبد الله النوري يلقيها الشاب عبد الله نادر النوري الصديق والعزيز والحبيب وابن العلم الكبير الشيخ نادر النوري، فليتفضل مشكورا. رحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نرحب في دكتور هاني البنا، دكتور هاني البنا مؤسسين هيئة الإغاثة الإسلامية حول العالم، مؤسسة عمرها 30 سنة وتعتبر من أكبر المؤسسات الإسلامية الخيرية. ثانيا نرحب بالحضور جميعا وخصوصا يعني فرق تطوعية تابعة لجمعية الشيخ عبد الله النوري، وكذلك المبادرين أصحاب المشاريع الخيرية. باسمي وباسم جمعية الشيخ عبد الله النوري رحب فيكم جميعا. طبعا جمعية الشيخ عبد الله النوري خيرية، يشتغل تحت مظلتها 9 فرق تطوعية، عدد أفرادهم يعني تقريبا أكثر من عدد موظفين جمعية الشيخ عبد الله النوري، فهي تعتبر مظلة لكثير من المبادرات الشبابية والتطوعية، ويعتبر هذا من سياستها ومن استراتيجيتها اللي هي احتضان الشباب ووضع هيكل قانوني وهيكل يقدرون من خلاله يمارسون نشاطهم التطوعي ويعني ويجمعون التبرعات وينفذون المشاريع بإشراف جمعية خيرية تعتبر يعني موثوقة عند أهل الكويت. فنرحب في دكتور هاني البنا ويتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعيد جدا ان انا موجود معكم النهاردة، وطبعا حولت رحلتي لما قولي الشباب عايزين يقعدوا معك او انا عايز اقعد مع الشباب، فقلت اما اجي انا عشان اقعد مع الشباب، لان الشباب ما ينفعش هم يقعدوا معايا انا اللي اقعد معهم. اول حاجة عايزين نتفق على بعض الاساسيات في من يملك العمل الخيري، من صاحب العمل الخيري، من هو الذي يأمرنا في العمل الخيري، ومن الذي يديرنا في العمل الخيري. كل دي أساسيات بالنسبة لنا، أساسيات مهمة جدا. أنا شخصيا أرى، وعشان بس نمشي على ركائز معينة عشان نعرف الملكية ترجع لمن، فنعرف حينما نتعامل مع الفقير نتعامل مع صاحب العمل اللي بيدفع لنا مرتباتنا، واللي بيدفع لنا بدلاتنا، واللي حتى بيدفع لنا كل شيء في العمل، لان ده هيخلي الانسان يحول فلسفته الفكريه في كيف يتعامل مع الفقير. خلاص، لو اتفقنا على هذه القاعده ان الذي يملك، انا طبعا حتى لو ما اتفقناش مش مشكله، لكن انا ده ايماني الذي يملك هذا العمل هو صاحب المال الذي استخلفنا عليه او استخلفنا الله عليه. دي قاعدة اساسية وقاعدة جوهرية ليس فيها نقاش بالنسبة لنا شخصيا. قد تناقشوها انتم ان لم تقتنعوا، لكن انا مش هناقشها، انا اعتبرها ايه يعني شيء مسلم، كما تشرق الشمس من مشرقها ثم تغرب من مغربها. دي نمرة واحد. ليه؟ لان دي بتحدد سلوكياتنا، بتحدد اللبس اللي احنا بنلبسه واحنا بنزور الفقير، بتحدد طريقة كلامنا، بتحدد اخلاقنا. حينما نذهب الى اصحاب المال نتخيل انفسنا ونحن نعمل في شركة تجارية او في مؤسسة حكومية، اذا جاء المدير بنقف ولابسين شيك وحاجة زي كده الى اخره الى اخره، لان المدير جاي بقى يزورنا الى اخره. وبالك اذا جاء رئيس او كذا او كذا، يعني لو طلبنا رئيس او ملك او امير او كذا،
الواحد بيقعد يحلم بالليل ازاي هيقابله وهيجيب هنوم جديده وجزمه جديده وكل الحاجات دي كلها عشان يقابل شخص. فهذا الشخص بالنسبه لنا ها هو الفقير والارمله وهو الطفل ها والرجل العجوز واللي هو المريض الذي تحدث عنهم سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حينما ولي الخلافه وبويع مرتين الخلافه واعتزل الامه في 3 أيام وهو يبكي وخرج على امراته وهو يبكي وتقول له ما يبكيك يا زوجي؟ قال لقد وليت امر هذه الامه ما وليت. مصيبه. فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والارمله الوحيده واليتيم المقهور والرجل الكبير ذو العيال الكثير، كل هؤلاء كانوا هم اصحاب الامر عند خليفه المسلمين في العصر الاموي في القرن الثاني من الهجره. لذلك اهتم بامرهم واصبح لهم الاولويه في كل شيء كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفه الخامس او السادس على حسب اختلاف الروايات. دي نمره 1. العمل الخيري دلوقتي مش عمل عاطفي، صحيح العواطف بتحركنا، لكنه عمل مؤسسي، عمل حرفي، عمل مهني. يبقى هو عمل مؤسسي وحرفي ومهني، بل بالعكس هو عمل يؤطر لسياسات محليه وسياسات دوليه وسياسات مجتمعيه، بل بالعكس هو عمل يفند او يغير ثقافات الشعوب، وهو عمل ايضا يوجه الدول والحكومات الى مسارات لم تكن تعيها من قبل. واعظم سفير لاي دوله هو السفير الانساني. لذلك في العمل الانساني دلوقتي في حاجه اسمها الدبلوماسيه الانسانيه. الدبلوماسيه الانسانيه ودي من ارقى الدبلوماسيات التي يتمتع بها العمل الانساني وهي تسبق الدبلوماسيه السياسيه والدبلوماسيات الاخرى. والسفاره الانسانيه وتتقدم بكثير على السفارات الحكوميه التي تذهب لا تستطيع ان تتحرك داخل الدوله كما يتحرك عامل الاغاثه في داخل هذه الدول. يبقى العمل الخيري دلوقتي او العمل الانساني له اطر وله سياسات وله محاذير وله معايير وله رؤى وله فلسفات وله ثقافه وله قيم وله اخلاق وهلم جره. يعني العمل العفوي اللي احنا بنقوم فيه مفيش مشكله، قد يبدا عفويا. لما بدانا في الاغاثه الاسلاميه من 30 سنه ما كانش في اي رؤيه ولا اي مكتب ولا اي شيء، مجرد قعدنا نلم حبه فلوس. اول تبرع جالنا، حتى ما كانش تبرع، كنت احنا ازور الجمعيه الطبيه الاسلاميه في الخرطوم، مش هزورها يعني، كان في لقاء هناك وما كانش معايا تذكره الطياره. فدخلت على الشيخ في لندن في الشيخ المركز الاسلامي هناك، فاداني 300 جنيه ما نعرفش مين يتبرع بيهم، فتاه زيكم او شاب او امراه او رجل عجوز الى اخره، وخدت الفلوس دي وايه ونزلت الخرطوم لنتعرف سنه 83 عن المجاعه واثار المجاعه اللي كانت في التلفزيون، كان اشد من المجاعه اللي احنا شفناها في 2011. وفي الاخر بعد ما رحنا هناك احد الشباب السودانيين عرفنا ان المجاعه دي بتمش المسلمين والمسيحيين في التالي. التلفزيون البريطاني كان بيظهر بس فقط المسيحيين. فتغير الفكر. لم نعرف من هو اللي تبرع ب 300 جنيه. وشخص قال لنا دول مسلمين، منهم مسلمين ومسيحيين، فاصبح عندنا واجب للطرفين. واول تبرع اخذناه كان 20 قرش من طفل صغير في القاهره من احد اقارب يعني، وكان كل المبلغ اللي احنا جمعناه بنرجع لبريطانيا في ديسمبر 83 كان حوالي 1500 جنيه مصري بس. فاوعوا تقولوا انا عايز مليون ولا نص مليون دينار عشان ابدا. انا عايز ابدا لان انا مؤمن بالبدء، وانا عايز ابدا لان عايز اشتغل، عندي رغبه، وانا عايز ابدا لان عندي رساله في مخي وعايز انفذها. وده جزء من ادبيات واخلاقيات العمل الانساني اللي احنا بنتكلم عنها، الايمان ها واليقين بالنجاح ها ثم الابداع في العمل. طبعا انا سعيد جدا ان انا بتكلم مع شباب وعندهم مبادرات. احنا بدانا ب 20 قرش، يعني تبقى كام فلس كويتي دلوقتي؟ بتهزري انت انك تستهزئين بالعمله المصريه؟ ايه اسمها ايه؟ غشمارين؟ ايه غشمارين دي؟ اه طب بتضحك، انها تضحك ونحن نضحك معك.
فشفتوا قد ايه الموضوع. دلوقتي احنا بنتكلم في 400 500 مليون دولار، 40 50 دوله في العالم، اتفاقيات مع الامم المتحده، مع الاتحاد الاوروبي، مع بريطانيا، مع امريكا، مع 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 الى اخره، في عمل انساني وليس عمل سياسي. عمل انساني يبقى العمل الانساني دلوقتي اصبح ليه الاطر لتجعلنا تجعلنا ها نكون حرفيين. الهرم اللي انا رسمته ده او اللي انا برسمه دلوقتي هنا بالنسبه لنا ده هو بسيط جدا. ربنا خلق في قلبنا كافراد حب الخير، حتى الحيوانات والطيور واللي كذا واللي كذا والحشرات بيعملوا الخير، لان الخير ده قاطع مشترك اعظم عند كل المخلوقات اللي خلقها ربنا، حتى الاسود الكاسره المفترسه الى اخره، كلهم ساعات بيتلطفوا مع بعضهم البعض. هو عمل موجود كجين داخل كل مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ثم بيصبح ردة فعل في كارثة زي سوريا، في كارثة زي الصومال، في كارثة زي وسط أفريقيا، في كارثة زي أفغانستان، في كارثة في كارثة في كارثة. فبنمشي في كل الكوارث دي كلها، لكن لما نتوقف فقط على ردة الفعل دي بتتبنى بتبنى على العواطف. يعني ما ينفعش اننا كلنا نشتغل في سوريا، طب وبيت العالم نعمل فيه ايه؟ تعالى خدك فسحة في الشيشان، اعلى معدل سل في العالم، سل مفتوح، اما كح كده في وش الثاني يجي له ايه؟ يجي له سل يتنقل له مباشره. ده كان مساء من نهايه التسعينات. يبقى نتعاطف مع العمل لكن ما يكونش ده نهايه الامر. العاطفه جزء من المسيره وليست المسيره كلها. العاطفه جزء من التوجه وليس التوجه كله. العاطفه جزء من الرؤيه وليست الرؤيه كلها. صح؟ بعد كده هو بنعمله بقى كل سنه، رمضان، شله رمضان، مدرسه الايه؟ شنطه المدرسه ولا مؤاخذه، مش عارف عيديه العيد، كفاله اليتيم، كسوه العيد، ده ما في عيديه وفي كسوه، خلي بالك، ما انا اصلا ما شغال من الشارع انا كمان، انت فاكر ان انا جاي منين انا؟ الله العظيم، جاي منين انا يا عبد الله؟ ما انا جاي من الشارع برضه، باب الشعريه والملوخيه والحاجات دي كلها، واخد بالك؟ كل الحاجات اللي عندنا، لو احنا جبنا كل الجمعيات اللي موجوده في الكويت هنلاقيها بتشتغل في 90% بنفس المشاريع. اللي احنا بنسميها ايه؟ العمل الموسمي والتقليدي، موسمي لرمضان، الاضاحي، كذا 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 الى اخره، والتقليدي بقى كل سنه بنعملها. وهلم جره. بيجر فين؟ خدت بالك؟ فاحنا واقفين هنا اهو. فردي، انفعالي، موسمي، تقليدي، وبعدين بننظمه بقى، لما نيجي ننظمه يعني المبادرات بتاعتكم، انتوا عندكم مبادرات مش كده؟ شباب كتير جدا عندهم مبادرات. بنحولها بعد كده ننظمها نعملها جمعيه. مبادرة بعد كده نعملها ما بره، سواء كان في وزارة الشؤون أو جمعية على حسب ما يسجلنا، أو في مصر نعملها كذا أو إلى آخره. يبقى من العمل ده اللي هو كود كده. أما نيجي بقى نتكلم عن العمل الإسلامي في العالم العربي والإسلامي كله، هنلاقي أكثر من 90% منه واقف هنا. في كتير جدا منه ما وصلش للحرفية. تعرفوا الحرفية يعني ايه؟ مش حبة برزنتيشن كده بنطلعها وكلام حلو وحبة احصائيات، لا، الحرفية التزام. حرفية التزام. هعمل المشروع ده في 6 أشهر يبقى في 6 أشهر. هنفذ يبقى هنفذ. هتابع يبقى هتابع. هكتب تقرير يبقى هكتب تقرير إلى آخره. دي الحرفية. حرفية مش صورة بنصورها أو محاضرة بنقولها أو لقاء بنعمله. انا صورت اصلي كنت مع الامير فلان ولا مع الشيخ فلان ولا مع الوزير فلان ولا مع رئيس. لا 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 لا، كل ده ولا يساوي. الحرفيه التزام في الاداء. الحرفيه التزام في الاداء. انا متحدث عن الحرفيه، انت ملتزم وانت ملتزمه في جوده الاداء بتاعك او جوده الاداء بتاعك، وكل سنه نجدد في هذا الالتزام. هذه الحرفيه. ها؟ الحرفية عمرها ما كانت محاضرة. وبعدين كلمة مؤسسة، مؤسسة مش زي ما احنا بنقول يعني ايه مؤسسة، مش اللي احنا بنسميها فاونديشن. مش اللي احنا بنسميها فاونديشن، مؤسسة اللي هي انستتيوشن. الجمعية هنا اللي احنا بنسميها ايه؟ جمعية اللي هي الاورجنايزيشن. دي بيملكها أعضاء الجمعية. خلاص؟ المؤسسة بيملكها المجتمع. فإن كانت الجمعية وأعضاءها قادرين على أن يملكوا الجمعية للمجتمع فتصبح مفتوحة،
فيدخل إليها أحسن ما في المجتمع من كفاءات وقدرات بغض النظر عمن هم. يبقى احنا ملكنا الجمعية للمجتمع فتصبح ايه؟ مؤسسة. وده اللي بيفرق بيننا وبين الغرب، لما ينزلوا اعلانات في الجرايد عشان يجيبوا واحد من الامناء واعضاء مجلس الادارة، مش انا بجيب صاحبي وبجيب صاحبتي الى اخره، وانا عايز اعمل مدير المؤسسة نتكلم كده ومع بعض قاعدين في جلسة في ديوانية من الديوانيات، قام جايب فلانة وفلانة. طب جبتهم على اساس ايه؟ هل دول احسن منهم في الكويت؟ أنا عندي مثلا مليون بس انا اعرف خمسة، وحط معايير للاختيار هستطيع ان انا ايه؟ ان انا اتي بمن هم احسن من في المجتمع بطريقه فيها شفافيه وفيها معياريه لنا امكانيات المؤسسات لكن عقول الجمعيات، ودي مهمه جدا جدا. ما زلنا عندنا الامكانيات الماديه والبشريه للمؤسسه لكن العقل الفكري بتاعنا هو عقل الجمعيه. لا لا لا، خلي بالك هتهرب مننا، دول هياخدوها يمين، دول هياخدوها شمال، دول هياخدوها فوق تحت الى اخره. ها، وبعدين بعد كده هو ان نظرنا كلمه، دي كلمه صناعه. ليه انا حطيت كلمه صناعه هنا؟ حد يقول لي؟ انا هبتدي اسال بقى، بما ان انا ما كان نفسي ابقى مدرس وبقيت ناظر، ما بقتش من ثلاث ناظر على طول انا. عجبك دي؟ وناظر يعني ايه؟ اقصد مخرجات يعني الصناعه. لا انا قلت صناعه، ليه انا حاطط كلمه صناعه؟ ايوه مخرجات. ها؟ تولد ايه؟ كلمة صناعة في العمل الخيري معناها ايه؟ ايوه ايوه ايوه. طب كويس، قربتي، كويس، ممتاز. كويس. اتفضل. سوق. تولد مؤسسات اخرى. ها، في حد تاني؟ احنا اتقابلنا قبل كده فين؟ وايد. طب كويس، وايد. انت مش من الصومال؟ يبقى كنا بنتكلم عن الصومال من سنتين، صح؟ طيب وايد. طيب كويس. اخت معالي، مش انت معالي برضك؟ دي مقاتلة يمنية من اصل كويتي، مش كده؟ ولا كويتية من اصل يمني؟ الاثنين. ها؟ مقاتلة دي، خلي بالكم. تحكي لنا حوادثها دي، ان العمل الخيري الصناعة سأصل بفكري إلى هنا، لكن أنا صرت عمل خيري هو جمعية هفضل قاعد هنا تحت. صناعة مش بس حديد وصلب، صناعة مش بس طيارات، صناعة مش بس عربيات، هو يدخل في كل مناحي الحياة. العمل الخيري تدخل صناعة، تدخل في كل مناحي الحياة فتنظمها وتعالج مشكلاتها، وليست فقط هي تضميد جراح. تدمير جراح جزء، تنمية جزء، التأهيل جزء، الدفاع جزء، التكامل جزء. من كل هذه الأجزاء تكون صناعة، والصناعة هي اللي بتطلع كل المنتجات اللي هنتكلم عنها. فلابد نظرتي أنا وأنا فرد زي المبادرات بتاعتكم كده، أنظر إن أنا جزء بصنع صناعة، صناعة كبيرة تستطيع المجتمعات أن تستفيد منها. لذلك احنا بنقول إيه مثلا بالإنجليزي؟ اسمها بالإنجليزي ولا بالعربي؟ سكايز اور اور ليميت. دي انت تقولها دي مع مين اللي قالها؟ حضرتك؟ دي نقولها في شبرا دي. سكاي از اور ليميت، يعني السماء حدودنا. لا لا، هو الف لا، السماء بدايتنا. سكايز اور بيجينينج، لان انت مستخلف في الارض لكي تعمر الارض وتكتشف الاكوان كلها. يبقى احنا بقى عندنا احنا كمش عارف زي حالاتي كده مؤمنين بان صاحب العمل اللي هو الفقير، لما نقول سكايز اور ايه بيجينينج، جي اي ان ان اي ان جي، اللي هي بدايتنا. لان العمل الانساني ليس له سقف، شفت بقى؟ ليس له سقف، هو يسمو فوق سماوات ها كل الاعمال الاخرى، يسمو فوقها كلها، لانه عمل فيه تجرد. بقى نخش بقى على اخلاقيات العامل الانساني. انا اتكلمت كده في عجاله عن طريقه اللبس وطريقه الكلام الى اخره. كنا مره قاعدين في مصر في 2000 في اخر 2011 مع بعض الشباب، وكانوا بنات لابسين لبس شيك كده وبتاع ده، كانوا تاني يوم رايحين على شلاتين وحلايب،
لان احنا حدود السودان. فانا يعني بصيت للملبس كده قلت لهم انتوا هتسافروا باللبس ده بكره؟ قالوا في ايه؟ قلت لهم بس بتفرجوا على نفسكم في المرايه. هتألموا الفقراء. يتألموا زي سيدنا علي رضي الله عنه ما كان بيعلمنا، حتى لما كان بيروح الافراح كان بيلبس لبس متواضع لما يكون رايح فيه فرح الناس، ناس بسطاء. فلابد يكون لنا طريقه في الملبس نجرحش بيها الفقير. عشان الواحد لابس بدله بكرافته وجزمه شيك وبيكلم كده ومسرح شعره، لا ممكن تسرح شعرك لكن ما يبقاش لبسك يعمل فجوه اجتماعيه بينك وبين صاحب المال اللي صرف عليك. انا بكررها كتير جدا، صاحب المال اللي صرف عليك، اللي بتدفع لك تذكره طياره، اللي هو عايش في خيمه وانا عايش هنا في 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 فيلا، اللي هو اولادي بيروحوا مدرسه في مخيم وانا اولادي بيروحوا مدرسه بدفع لها ايه يعني خاصه الى اخره. فلابد الملبس يكون له احترام لقيمه الفرد اللي انا بشتغل معاه عشان ما اجرحوش. طريقه الكلام، طريقه الاصغاء، النظر، الانحناء، الانحناء يعني انا انحني حينما اتحدث الى صاحب المال، انحني له شكرا لان هو عن طريقه ربنا سبحانه وتعالى وجد لي جزء او رزق ان احيا به انا واولادي. انا كموظف في الاغاثه الاسلاميه انا الرزق اللي بيجي لي بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل هذا الفقير. يبقى الفضل صاحب الفضل ده اتحدث معه باحترام، اتحدث معه بخلق، بتواضع، ها، بكل هذه الاشياء التي تجعل مني جزء من رساله المصطفى صلى الله عليه وسلم. افتكرتكم بتشاوروا لي. فده جزء من الاخلاق. اتفضلي. بس يعني قصدي كلامك موجه للعاملين في المؤسسات الخيريه. نعم. ولكن اعتقد يعني في ناس والمتطوعين كذلك. والمتطوعين. لا لا لا. يعني قصدي حاضر حاضر حاضر. والمتطوع كذلك. يعني قصدي كيف يكون الفقير؟ متطوع. حاضر. عينيا عينيا. صاحب الفضل في الاجر. حاضر حاضر. اصل هم طبعا يعني بيسالوا اسئله عشان الدماغ تلف كده، بس انا دماغي بتلف بالمقلوب. واخد بالك؟ هو العمل، مين هو ركيزة العمل بتاعنا؟ البوصله بتاعت العمل بتاعنا السبب اللي احنا واقفين حوالين، هو السبب. انا لما بخرج للناس كمتطوع بقول لهم ايه؟ بقول لهم سوريا، ها، بقول لهم اليمن، بقول لهم العراق، بقول لهم غزة، بقول لهم فلسطين. يبقى انا واقف ورا هذا السبب، سواء كنت متطوع عامل او اي حاجة تانية، انا احمل رسالة هذا، ها، الفقير والمحتاج اللي هو صاحب العمل نفسه. حتى لو كنت لم اتاجر عنه اجر دنيوي، لكن هو هيفتح لي اجر دنيوي واخروي. يعني كل الله سبحانه وتعالى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ان لله عبادا اختصاهم بقضاء حوائج الناس. مش اي حد. شوف فضل الله سبحانه وتعالى ايه، ان هو يختار حضرتك اسمك ايه؟ ام سليمان. اختار ام سليمان. مين اللي اختارك؟ ان لله عبادا منهم ام سليمان اختصها بقضاء حوائج الناس. فده يعتبر ان اختيار رباني الهي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ان انا عايز المسلمان تكون معايا، عايز عبد الله يكون معايا، عايز معالي تكون معايا، عايز احمد يكون معايا. ده مش اي حد. فربنا بيديني الخاصيه دي كلها، فلابد ان استشعر مسؤوليه الخاصيه، مسؤوليه الخاصيه ومسؤوليه رساله المسؤوليه اللي ربنا سبحانه وتعالى حملها لي. حببهم الى الخير وحبب الخير اليهم. من هم؟ انهم الامنون من عذاب الله يوم القيامه. فحتى لو لم اكن اتقاضى عليهم اجرا، فانا اعمل في هذا العمل كمتطوع وصاحب مبادره، ان ربنا اختصني انا، فانا صاحب مسؤوليه اعظم واكبر من الاجير. الاجير كان يكون غلبان فمحتاج للايه؟ للوظيفه. لكن انا ربنا اختصني انا، فلذلك انا مسؤوليتي اعظم في تحمل هذه المسؤوليه. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها فاشفقنا منها فحملها من؟ الانسان.
فلذلك انا بنظر لهذا الامر ان انا باشرك معايا المتطوع عشان يشعر ان هو يحمل مسؤولية رسالة ها تضميد الجراح وبناء هذه المجتمعات. يبقى احنا اتكلمنا عن الصناعة دي، اتكلمنا عنها، واتكلمنا عن ان احنا ملناش حدود في العمل بتاعنا، واتكلمنا عن لابد ان ننظر في اخلاقيات العمل الانساني الى اخره. ننظر مع بعض ان مفيش حاجة مستحيلة. انا بس عايز حد كده يقول لي عنده مبادرة من الاخوة والاخوات بيعملها. اتفضلي. انت صحفية؟ طب كويس. ام سليمان عندك مبادرة؟ طيب كويس. اخوات عندهم مبادرة؟ بتعملوا ايه؟ لفلسطين، لغزة، لسوريا، المغرب. طيب اللي بعدكم؟ ايه؟ فريق سفراء النور. كلكم مع بعض. طب اخت معالي بدأت ازاي اخت معالي؟ عشان بس تشرح لنا انت في عجالة كده بدأت من الصفر وتحت الصفر ودلوقتي عندها. عندكم ميكروفون تاني؟ وادوها الميكروفون عشان قولي انا عايز. ها؟ لا عشان التلفزيون. عايز ايه اسمه ايه ده؟ ده تلفزيون ده ولا ايه؟ انا مش عارف. عشان في ميكروفون تاني. طب خلاص يلا اتفضلي. قولي لنا انت كاخت متطوعه كويتيه كيف بدأت بسرعه كده؟ شكرا شكرا. ثقافة، حضارة، تاريخ. اللي اتكلمت فيه الاخت معالي دلوقتي فكرة، وزي ما عندكم انتم فكرة. نبدأ الموضوع بفكرة. الفكرة دي بنقعد احنا مع بعض في الشارع، في البيت، في الحارة، في الديوانية، نفكر مع بعض كمجموعة من الشباب كيف نحول الفكرة دي الى مشروع على مستوى الشارع او الحارة او القرية. فنبتدي نقعد مع بعض ستة اشهر سنة الى كمبادرة، مشروع كمبادرة. بيكبر المشروع ده. ها؟ بعد ما يكبر المشروع زي معالي بالظبط ما قالت، عملنا جمعية. جمعية وظيفتها اخطر حاجة في اللفة دي كلها، انا عايز فكرتي تكون جزء من التاريخ بعد كده، وتكون جزء من صناعة الحضارة المجتمعية. انا نظرت ان انا فكرتي ان انا بصنع بيها حضارة او جزء من الحضارة، همشي في السلسلة دي كلها. عايز فكرتي تكون جزء من التاريخ، يسطر التاريخ، همشي في السلسلة دي بالتدريب. بس اهم شيء هو ان نحافظ على الفكرة وليس المفكر.
أن نحافظ على الفكرة ويكون تركيزنا كل شوية على الفكرة. المشروع بيخدم إيه؟ الفكرة. الجمعية بتخدم إيه؟ الفكرة. المؤسسة بتخدم إيه؟ الفكرة. الفكرة بتتحول بعد كده إلى فكر. الفكرة معناها إيه؟ إن المؤسسة دي إحنا اتكلمنا إن إحنا المجتمع كله يملكها، أصبحت تأخذ هذه الفكرة مجتمع بقى وحول هذه الفكرة اللي بدأت من 40 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة إلى فكر مجتمعي. يصبح الفكر ده هو اللي ينشئ ثقافة مجتمعية جديدة تستطيع أن تنشئ حضارة. يعني شوف الفكرة اللي بدأت من 60-70 سنة 80 سنة 100 سنة أصبحت بعدها حضارة، إن المجتمع كله آمن بها. وهكذا رسالة الأنبياء، يأتي كشخص رسول أو نبي ثم يتحول هذا الشخص إلى دين وثقافة وقيم وأخلاق مجتمعية تنشئ حضارة، سواء كانت حضارة الأندلس اللي احنا عملناها أو الحضارة من تركيا أو الحضارة في الشام أو الحضارة اللي خرجت إيه في الدولة العباسية في بغداد أو إلى آخره. دي كلها خرجت من إيه؟ من فكرة التوحيد اللي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم عشان إيه؟ يعني يؤمنوا ويستسلموا لله سبحانه وتعالى. تحولت لكل هذه لأنه كانت الفكرة إن هو ينفذ الله سبحانه وتعالى سمى رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة. كلمة رحمة دي فضفاضة واسعة وشاملة وكاملة، رحمة لكل شيء، حيوان للبشر للجبال للأنهار، حافظ على البيئة، تحول المناخي والاحتباس هذا ده من أسوأ من سوء عملنا احنا، من سوء استعمال الموارد اللي ربنا أعطاها لنا، من التلوث البيئي الكيماوي. لما تشوف مجال المياه والأنهار فيها الكيماويات وفيها الموتى وكذا وكذا، خلاص الترع بنسدها، ربنا فتح لنا ترع احنا بنسدها، وانهار احنا بنضيعها، وأراضي زراعية احنا بنقتلها، وشجر احنا بنقلعه، خلاص بقى. يبقى احنا مين اللي بيلوث البيئة ومين اللي بيغير المناخ ده؟ لكن احنا نتكلم كنا في ورشة في قطر، في دلوقتي حاجة جديدة اسمها، معايا اخونا من الصليب الاحمر ربناك، هو اسمه صالح وهو صالح بإذن الله، ان في لاجئ المناخ. سمعت التعريف ده قبل كده؟ لاجئ المناخ هو الذي نتيجة لتأثر مجتمعه بالجفاف والقحط بيمشي هو واهله، لان زي ما حصل في الصومال وشفناه، زي ما كان بيحصل في جنوب السودان عشان المياه والتصحر والجفاف، زي ما بيحصل في غرب افريقيا. لاجئ المناخ، مش لاجئ بقى النزوح اللي هو الصدمات اللي هي الايه العسكرية، او لاجئ اللي هم ايه السونامي والحاجة، لا، لاجئ المناخ او نازح المناخ. يبقى احنا بنتكلم عن الفكرة دي ازاي انا بحولها الى تاريخ، انا بمشي في الطريق ده. لكن اهم شيء اوعى تقول انه هاني البنا العمل مش هيتشغل الا بيه. شيخ نادر النور رحمة الله عليه كان رجل بألف رجل ورسك كل الرجال، لكن معنى ان الشيخ النوري ربنا يعني خلاص يعني قبل عمله باذن الله سبحانه وتعالى وانتقل الى الرفيق الاعلى، المؤسسه تقف، ما ينفعش خلاص، يبقى احنا نمشي على رسالته، من سن سنه حسنه فله عملها وعمل من ايه فلا اجاوز معاه بها اليوم الدين. فالشيخ نادر بدا اول 30 سنه او اول 20 سنه او اول 50 سنه، احنا نكمل الخمسينات الثانيه اللي بعدها و60 سنه الى اخر عشان يستمر المسيره. يبقى الفكره هنا يا اخواتنا، لو انتوا هترسموا الرسمه دي، ان احنا في كل مرحله من مراحلنا ما تبصش عن هاني البنا لوحده، لا، نبص عن الفكره اللي احنا عملنا الجمعيه، اللي احنا انشانا المؤسسه. لو خرجنا عن الخط ده وبصينا في هاني البنا لوحده يبقى خلاص الفكره راحت، هنشخصن العمل ونتخانق مع بعض وننسى الهدف الكبير بتاعنا. وده اللي بيحصل في اغلب المبادرات اللي هي الشبابيه، ان احنا بنسال الله ده هي مش موجوده معانا، طب مش مشكله، معنا في يوم من الايام مش هتكون موجوده معانا بالك، وهكذا. يعني عندنا مثل للاخت معالي انها بدات بشيء فردي وتحول لجمعيه دلوقتي، عندنا امثال بالمتطوعين منكم، في شاب كان رافع ايده هنا، اتفضل. حتى الاسلام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ما توفي الاسلام، طبعا رسالات، لان عمل خير زي ما قلت في الاول رساله، واللي ما ياخدش العمل الخير رساله، مثلا معذره انا هقول كلمتين ممكن يزعلوني هنا، مش هزعلوكم انتم، اللي جاي ياخد العمل الخيري كوظيفه يقعد في بيته ما يشتغلش معايا، صح؟ صحيح طبعا. بس عشان يسمعوا صوتك طبعا. لكن لان العمل الخيري رساله، يعني كنت انا بتكلم عن نفسي انا
فلو كنت انا ربنا فضل الله سبحانه وتعالى يعني خليني ناجح، اعتقد ان يمكن يكون نجحت ب50% حتى ولا بالملحق، وعندي مادتين فزوجتي وراء النجاح انا وراء الفشل. لابد اما تتجوزي اخ او تتجوز اخت تبقى تدفعك للخير، مش تجرك، تدفعك الى الامام. روح اعمل سوي، روحي اعملي سوي، يكون في تكامل في البيت، في الاسره بتاعتنا، في الاسره بتاعتنا يكون في تكامل، تفاهم، تجانس، وحده الرؤيه، لان احنا عندنا اصحاب رساله، نحن اصحاب رساله ها الرسل اللي بداها يمكن سيدنا ادم وسيدنا نوح الى اخره، وانتهت بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، كلهم يحملون رايه الرساله. يعني اول ما جاء ما نزل الوحي على المصطفى صلى الله عليه وسلم رجع للبيت ويقول للسيده خديجه دثريني دثريني دثريني، فكان خايف من الوحي، فقالت له قالت له ايه، مش حد من الاخوات فاكر اسم ماذا قالت له السيده خديجه؟ ها والله انك ها ايوه ايوه وتعين على لا 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 تقر الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر وتحمل الكل. يا سلام، هو ده العمل الخيري. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان رجل مجتمع قبل ان يصبح، وكان له رساله قبل الاسلام، كان جزء من الاسلام الذي لم ينزل عليه الى ان ايه؟ الى ان نزل بعد كده على الرسول صلى الله عليه وسلم. شفت وظيفته السيده خديجه ازاي؟ صله الرحم مهمه جدا، مهمه جدا، التماسك الاسري والامتداد الاسري والعائلي، وتكرم الضيف. انت راجل في اخلاقياتك بتكرم الناس لما بيجوا لك، فبالك لما تروح عند الفقير والارمله واليتيم والمسكين تعمل معاهم ايه؟ لان ده خلق، عمل خيري خلق ورساله، وتحمل كل الضعيف، تحمل كل وتقويه، اللي احنا بنسميه دلوقتي ايه؟ التمكين او الامباورمنت بيقولوا عليه كده، مش كده برضك؟ ها؟ وتعين على مصائب الدهر. لما تحصل مشكله، لما جيت كانوا في المدينه وحصل صوت قوي جدا، حاجه كده وقعت والناس كلها اتخضت، قبل ما هم يخرجوا كان الرسول راجع صلى الله عليه وسلم. هم صحي بقى من النوم واللي هيخرج ومش هيخرج، لا الرسول راجع بيقول ايه؟ ارجعوا ارجعوا، ما فيش مشكله، ما فيش اي حاجه. يعني كانوا سابقهم. شفت قد ايه يحسوا؟ كان لا ينام، قلبه لا ينام وان غفل، وان غفلت عيناه يعني. فدي خصائص شخصيه اللي بتعمل في العمل الانساني. انا مش عايز اتكلم كتير لان انتوا هتوقفوني بعد شويه ولازم اقف، مش كده برضك ولا ايه رايكم؟ اقف يعني ها؟ من النهار بس اقف برضك مش كده؟ انا حاسب الموضوع حاجه اتفضل اخونا صالح من اللجنه الدوليه للصليب الاحمر. طيب انتوا اسمكم صليب احمر؟ نعم. انتوا بتيجوا تبشرونا هنا وبيعملوا في بيعملوا في ايه؟ لكن هم في اللحم في الصليب الاحمر بقيس كده اهو. دي بالنسبه لنا ايه في في الحسابات؟ زائد. فانا هزرت مع الرئيس بتاعهم قلت عمل خير ولا عمل انساني؟ حاضر. انت دخلت موضوع التعريفات بقى اللي هم الصليب الاحمر بيوجع قلبنا ودماغنا بيها. هات يا ابني ده هنديك محاضره ثانيه ولا ايه؟ لا الممسحه. يعني ايه كلمه انسانيه يا شباب اللي قاعدين في الغرفه؟ اتفضلوا. لما نقول كلمه انسانيه معناها ايه؟ الرحمه بالناس. ها؟ العالميه. لا انسانيه، بتكلم عن انسانيه كعمل يعني كما شغل في الشارع. يعني التجرد عن العمل مع الانسان. العمل مع الانسان، كويس. طيبه القلب. طيبه القلب، ها؟ ضمير القلب. ضمير القلب، ها؟ الشعور بالاخر. ما فيش تفرقة. طيب يعني انت بس بتحصلي في العمل الانساني ده اللي هو العمل الاغاثي فقط؟ دي كده عشان ده مش رأيي انا. ها؟ يعني ايه؟ قولي بس كلمة عشان دي اللي عايزة، دي جزء من الكلام اللي عايز يعرفه اخونا صالح. ها؟ اتفضلي. يعني كل ما يخدم الاخر فهو عمل انساني. ده فهم المجتمع العربي طبعا انت عربي مش كده برضك ولا انا ناس؟ اتفضلي يا اختي اللي خلف. طب العمل الخيري هو تعريفه ايه بقى؟ طب يبقى الانساني هو بالنسبه اتفضل. العمل الاغاثي الانساني في فعل في رد فعل. شفت قال لك العمل الانساني التنموي. خدت بالك عشان بس الكلام ده لما يتنقل يبقى الواحد يفهم مفهوم العربي للثقافة العربية لكلمة إنساني. في الغرب بيسموا العمل الإنساني هو العمل الإغاثي، مش كده برضك يا صالح؟ ها؟ صح ولا غلط؟ العمل الخيري هو كل عمل بيكون فيه تشاريتبل أكتيفيتي. ده أوسع من إيه؟ من كلمة إغاثة، وأوسع من كلمة تنمية.
نفسه افرز عن تاهيل والاول والمناصره الى اخره الى اخره الى اخره. لكن عمل الانسان المفهوم بتاعه عندنا احنا واخد بالك في المنطقه زي ما الشباب قالوا دلوقتي انه يشمل كل ما يخدم الاخرين واخد بالك، مش بس مقصور او قاصر على الوردة الفعل اللي هي بتاعت الايه العمل الاغاثي للطوارئ والحاجات دي كلها. ففي التعريف ده عمل استشكال كبير ما بين الفكر العربي والفكر الغربي. اتفضل. العمل الخير اللي يتعلق في الدعوه في كله هل هو تحت العمل الانساني؟ لان هو اتفضل، المؤسسات ليس لها علاقه في يعني نشر الاسلام. نعم. ولكن عمل خير. طيب، هو العمل الدعوي هو عمل خيري ديني واضح. دلوقتي بدا يلخبط الحكومات بالك، يعني الخير هنا كبير، غطاء كبير جدا، ممكن تعمل منه عمل ديني. هو اللي بيخوف الحكومات ايه؟ بيقول لك انت بتاخد الفلوس بتاعتي تدخل بيها الناس في الاسلام، فده اللي بيخليهم ايه وجهه نظر سياسيه حديثه او تدخل الناس فكر معين، فذلك هم بيتحسسوا من ربط العمل الديني بما نسميه دلوقتي اللي هو العمل الانساني الخيري او التموي او الى اخره. ده ما اتكلم عليه من ناحيه نظر حكوميه او ناحيه نظر امنيه او ناحيه نظر استخباراتيه، بيخافوا من الحاجات دي كلها، ان انت بتنزل افريقيا وبتروح اسيا كذا كذا بتستفيد بالمال ده علشان تغير دين الناس. لكن انا ما عنديش مشكله ان انا اعمل عمل دعوه من الاول واعلن عنه، انا ما فيش مشكله فيها، بس تخصص في العمل الدعوي فقط، ما اخلصش مع الحاجات التانيه كلها. اتفضل. فلما نعمل اي عمل المستهدف فيه هو خير الانسان او مساعده الانسان فهذا عمل انساني. نعم. فعمل انساني ربما يكون اشمل، وداخل عمل انساني هناك حلقه العمل الخيري، هذا بالمفهوم الاسلامي يعني الخير. نعم. والشر. صح صح. فهذا داخل فقط المنظومه الاسلاميه. نعم. نعم. فرايي والله اعلم يعني انه المنظمات الخيريه في العالم الاسلامي يعني اذا تعمل فقط بمفهوم اسلامي فهو عمل خيري. نعم. لكن اذا حاولت ان ترتقي بالعمل الخيري الى مؤسسات انسانيه فهذا يصير عمل انساني مساهده به الانسان. نعم. وليس فقط الانسان يعني المسلم او داخل الرقعه الاسلاميه. نعم نعم. تفضل. فهو اكثرنا شبابا ها وحيويه، فهو اللي طلب انه يجي، خلي بالكم. يعني انا يعني هي مكرمة ان فخامة المشير هو طلب الحضور عشان يكون معكم، وهنخليه يدينا نصيحة في اخر الجلسة ان شاء الله. ما فيش الجلسة ببلاش هنا، كل الجلسة ندفع المشاريب ان شاء الله. تفضل يا محمد. موقف من الواقع يعني كان مر بينا في اوغندا، كنا في احدى الزيارات لبعض المشاريع التمكينية اللي هي القروض الموسعة. نعم. في المجتمع الاوغندي بتنتشر فيه النصرانية جنب الإسلام، فكان معظم بعض الأسر النصرانية تطلب مننا قروض عشان خاطر يعني من ضمن تنميتها. فبالفعل دخلت ضمن البرنامج معانا، كانوا بيستغربوا يعني طب مش هتاخدوا أي فوائد؟ لا. نعم. ده داخل ضمن البرنامج القرض الحسن. نعم. ما في شيء تاني. فبدأت قاعد يعني من ضمنها هي دعوة، وفي نفس الوقت إن خدناها فيها فتوى من ضمن المؤلفة كلهم. جزء تاني في احدى الرحلة الغاسية في بنين كان فريق العمل وضع المواد الغاسية في قرية من القرى داخل اطار مسجد، وفي القرية دي مجموعة من النصارى، فالمجموعة من النصارى بعيدة عن الايه يعني بعيدة عن المسجد، جعلوا ان الغاسة دي فقط لفريق المسجد او لفريق المسلمين. فكان دورنا كعمل انساني موجودين ضمن الهيئة، قلنا لهم يا جماعة الخير طلعوا الإغاثة دي بره المسجد علشان خاطر الايه؟ الأخوة الآخرين، احنا جايين مش للمسلمين فقط. يعني أنت بتتحدث على نفس المعنى اللي قال عليه أخونا صالح. بتكلم على معنى الإنسانية. نعم. أنا بتكلم بمعنى إنسانية وليس تحديد لهذا المسلم. نعم. حتى هم نفسهم كانوا بيجدوا الفرق، يعني لما تنزل إغاثة في إحدى الدول فيها النصارى بيعطوا 9 أعشار
للنصارى والعشر للمسلمين. نعم. لما نزلنا عطينا بالتساوي بالمناصفة. نعم. زيه زي المسلم. شكرا. حتى انا عايز اعلق اختي معالي بعد كده. بالنسبه للهرم العمل الخيري يمكن اغلب الاعمال الفرديه ورده الفعل مواسية اشياء تقليديه مؤسسات تقليديه يعني هذه منتشره في الوطن العربي. لكن المؤسسات الاحترافيه لو تذكر لنا نماذج يعني عالميه عالميه حتى يعني ممكن يعني تحقيقها في الشرق الاوسط من الوطن العربي ان شاء الله. طيب بس بدك ده ابن الشيخ نادر فضيلة أختي معالي. الأخوان تكلموا يمكن من أستاذ محمد يتكلم من ناحية تطبيقية، أستاذ صالح يتكلم من ناحية المفاهيم والديفينيشنز. نعم. أنا أتكلم من ناحية التدريب والتأهيل حق المبادرات الشباب كويس. منطقة الشرق الأوسط. كويس. منطقة الشرق الأوسط للعمل الإنساني والعمل التنموي والفن بينهم. نعم. مثل ما تفضلوا في ميكس كبير ما بين الإنسانية وما بين العمل الذي يقومون فيه. No. في خلط يعني غريب وجزء من مشاريعهم مجردة من كلمة إنسانية. فيها تمييز الحياد إلى آخره. كل ما تنص عليه القوانين الدولية والمفاهيم العالمية فهم ما يطبقون بالضبط العكس. هذا أنا أتكلم من واقع ما ينفذ ما أقوم في تدريبه. نعم. للحين المبادرات الشبابية وجزء من الجمعيات الخيرية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط ما عندهم الفهم أو حتى لو عندهم الفهم ففي بعض المشاريع مضللة. نعم. بمعنى في تجميع أموالها أو في تطبيقها على أرض الواقع. إحنا دول منطقة الخليج بشكل عام هي دول تعتبر مانحة. نعم. ودول مسؤولة عن رفع كوادر أبنائها والمتبرعين لتعليم جمال. الثقافة في مجال التبرع. نعم. وتطبيق المشاريع والفولو أب حق التقارير الأموال أين تذهب إلى آخره. لاحظت في المبادرات الشبابية خلنا نقول أنا بديت التدريب في الكويت. قبلها في مناطق ثانية في منطقة الخليج. ليك دقيقة واحدة. طيب. في منطقة نقول بالكويت من شهر 9 الماضي لحد اليوم لاحظ 70% من 75 مبادرة شبابية لا يوقفون معنى الإنسانية أو العمل الإنساني. كويس. طيب. سامع صالح؟ الديفينيشنز نفسها يقولون إحنا مثلاً فريق نعمل أعمال إنسانية وإغاثية وهذا على أرض الواقع في التطبيق فهي مجردة من كلمة إنسانية يستخدمونها يعني مثلاً عمل خيري ولكن هو ليس عمل خيري. طيب الديفينيشنز للحين احس انه ضروري مسؤوليه الجمعيات الخيريه اللي موجوده في الكويت الهيئه الخيريه العالميه انها تاخذ هذا المفاهيم المغلوطه وتحطها في منهج واضح بالتعاون مع لجنه الصليب الاحمر وغيرها من وسائل الاعلام لتفهيمهم معنى القانون الدولي الانسانيه وكيفيه تطبيقها على ارض الواقع. شكرا شكرا. وضحت اختنا معالي مش بلغه عربيه ابدا ابدا ده في حرف اسمه ابدا ما نخلطش ابدا ما نقتطش من الخط الاحمر للخط الابيض للخط الاسود بنقضي على العمل وده اللي حصل في بعض القضايا سواء كان في افغانستان او كان في الشيشان او كان في البوسنه خلطنا فلذلك التوجس الغربي والدولي وحتى التوجس الحكومي من عمل خير ان الخلط ده مجرد ما شخص خلط حتى واخطر اللي بيخلطوا الحاجات دي هم المتطوعين احنا جمعتهم دون تدريب يعني كتير جدا متطوعين راحوا مكان ما كان متطوع وما رجعش وقعد فتحسب على الجمعيه اللي طلعته وابتدى يعمل اعمال غير انسانيه صالح لنحدد اطر العمل الانساني عشان ما نغلطش وعشان لو غلطنا بنحاسب ولو نحاسب بنحاسب في بعض الاحيان حساب غير عادل. كان في سؤال قبل اخت معالي حد ساله وانا قلت حاجه عليه بعدين. اتفضل. ان عطنا نماذج نماذج حرفيه ومؤسسيه والصناعه. طيب حاضر. النماذج اللي حصلت في الغرب من العامه من المؤسسات الاسلاميه احنا عندنا في بريطانيا في يمكن 15 مؤسسه كل واحده فيهم تطلع بتجمع يعني بتاع ايه 15 مليون 10 مليون وزياده. من الاغاثه الاسلاميه ومسلم ايد، اسلامك ليف مسلم ايد، هيومن ابيل، هيومن ريليف،
اسلاميك هيلب هيومن ريليف بردك الى اخره الى اخره. يمكن اقدمهم الاغاثه الاسلاميه في بريطانيا. احنا بقى عشان ناخد مسيره الاغاثه الاسلاميه كمثل وليس كهي هي هي الاصل. احنا بدانا الانفتاح امتى؟ في عام 1991. بدانا من 84 بزياره السودان. بحياتك لكن بدانا الانفتاح بعد ما سجلنا المؤسسه وكانت اشتغلت هي في الطريقه العشوائيه اللي انا اتكلمت فيها دلوقتي وسجلناها كده. بدانا ننفتح على العالم الخريف 91. نشوف الامم المتحده عايزه ايه؟ نشوف الاتحاد الاوروبي عايز ايه؟ نوظف موظفين غير مسلمين. مش عشان احنا عايزين نوظف غير مسلمين عشان بس تبقى صوره كده، لا، لان احنا محتاجين راجل عنده حرفه فبنوظفه بغض النظر عن دينه الى اخره. في قضيه البوسنه ما خلطناش الاوراق. في قضيه افغانستان ما خلطناش الاوراق مطلقا على الاطلاق. لذلك لما حصل 2001 لو بعد 91 يبقى كام 2001 كان لينا مكتب في كابول عاصمه اللي افغانستان. خفنا على الموظفين اللي هم جايين من بريطانيا فاتصلنا لاننا بريطانيا مؤسسه بريطانيه اتصلنا بالحكومه. فالحكومه يعني كان في الجيش الشمال غازي كذا كذا عشان ما ايه الافغان ما يخشوش يدمروا الاغاثه الاسلاميه اللي هي فيها موظفين باكستانيين وافغان الى اخره. وفي 2001 بالظبط في نوفمبر كنا احنا المؤسسه الوحيده اللي بتعطي تقرير انساني عن الحاله الانسانيه داخل افغانستان لان كل المؤسسات الاخرى خرجوا. فرغوا ايه؟ واحنا الوحيدين اللي كان ايه؟ مدير المكتب كان موجود هناك. فشوف احنا انفتحنا امتى؟ لما جت 2001 كان الناس عارفاك. بتحضر مؤتمرات، ليك لقاءات، بتنفذ مشاريع، ليه عملت تحالفات، عندك موظفين، عندك هيكليه، عندك شفافيه. كلام اللي هو المعايير بتاعت القانون الدولي الانساني، عندك حياديه، عندك مرجعيه، ايه تاني يا صالح؟ انسانيه الى اخره. فلما جت 2001 والضربه السديده كان ليا مكتب في ايه؟ في لا مش في كابل، في لوس انجلوس في كاليفورنيا. وخدنا قرار سياسي سيادي لا نطأتي راسنا اثناء الازمه. ده كان قرار يمكن بس المكان اللي احنا خدناه فيه كان مكان غريب شويه، كنت انا بتوضى وكان مسؤول اتوضى فين انا طبعا في خارج الحمام. على الحوض. وكان فيها مدير الاعلام، المدير الاعلام بتاعنا كان واحد مسيحي. مسيحي كان ملتزم يعني. كنا بنتناقش هو وكان بيغسل ايده وانا كنت بتوضى. بيقول لي المفروض بقى نوطي يعني ما قلت له لا، في الوقت ده لابد نرفع راسنا علشان نميز. لان احنا لو وطينا راسنا هيبقى احنا على راسنا ايه؟ بطحه زي ما احنا بنمصري وعندنا ايه عملنا ذنب. فلما رفعنا راسنا ودخلنا في كل الحوارات والنقاشات والمواجهات الاعلاميه الشرسه كان في 2002 سي ان ان عامله برنامج بعد سنه على احداث سبتمبر بتقول الاغاثه الاسلاميه عملت كذا 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 لمده ساعه. ان احنا ايه ما غصناش وقفنا زي الصخره. كان عندنا رساله واضحه حتى لما سالوني قلت لهم نحن جزء من المجتمع المسلم في الغرب. فندافع عن المجتمع وندافع عن الاغاثه. ودي الحاجه الخطيره. نحن ندافع عن المجتمع المسلم بنسيجه وان كنا متخصصين في العمل الانساني. بانوراما عملت لنا لقاء والسي ان ان والبي بي سي وكان لنا متحدث رسمي واحد كنت انا. كان اي وده خطوره عندنا في المؤسسات الخيريه ان كل واحد بيتكلم في اي حاجه. اللي لو كان في تلفزيون في فرنسا يتكلم يدوا التليفون بتاعي، في امريكا التليفون بتاعي. كنت انا وهارون عطله، هو كان بيتكلم انجليزي طبعا احسن مني ب 1000 مره وانا بتكلم انجليزي اقل منه ب 2000 مره. بس هو كان لما القريش يبقى في اتنين بس بيتكلموا وعارفين بيقولوا ايه عشان ما يلخبطوش الاعلام ثم يلخبطوا اصحاب التقارير. عارفين مين يكتب تقارير عنك وعني؟ فاستطعنا ان لما رفعنا راسنا في 2001 انتقلنا بقى من المراحل دي للمراحل دي عشان نكون احنا جزء من الصناعه دي. احنا اصبحنا مرجعيه، احدى المرجعيات، سوري اعوذ بالله، احنا المرجعيات في الغرب بالنسبه للعمل الانساني اللي ليه ثقافه اسلاميه.
من اخواننا في الصليب الاحمر عارفين انا زيارة للصليب الاحمر ما كانتش بس بعد 2011 كانت من قبل كده 2001 سوري كانت من قبل كده والعلاقات دي اتبنت من زمان اتفتحت فعشان كده ما احنا بنتكلم على 91 و2001 وبعدين احنا في 2014 انت بتتكلم بقالك 24 سنه في عمل منفتح على الاخر فاصبح ليك طبعا ليك اعداء لكن اصبح ليك اصدقاء اصبح ليك اصدقاء واصدقاء اقوياء بيتكلموا عنك في غيابك اديكم مثل في دي كنا مره من المرات بس عشان الوقت انا ساعات بسرح في الوقت وبعدين معانا فخامه المشير لابد ان نستفيد منه اوعوا ها اضاف لك الموضوع مش نص ما هتجيبش معاك نص مليون دولار بتتكلم كلام ما عجبهمش قلت لها شوفي انا بتكلم الكلام الاسبوع اللي فات ما بفتكروش قالت لي خلي بالك ممكن تكون حاجه محطوطه فوق او موظف موظف قلت لها ما عنديش حاجه اخبيها كان الكلام ده 2003 يعني شوف انت انت بينظروا لك انا افتكرت في 2001 في 89 كان في الفيضان بتاع السودان كنا عايزين نطلع طياره فاتصلت بوزاره الدفاع البريطانيه كان مطلع طيارات عسكريه تودي معاناه للسودان فلما اتصلت بالوزاره قلت لهم انا مين فاكيد الاسم اتحط طب هم دول مين الى اخره الى اخره فلذلك لما انا قلت لها انا ما عنديش حاجه اخبيها ولا اي شيء هم شايفينك في الموضوع ده فحسوا ان انت على المسيره الانسانيه الإغاثة الإسلامية خدت أربع أوسمة من الملكة في 10 سنين 2004 و2007 و2010 و2013 أربع أوسمة في العمل الإنساني أنا كنت أحد الأربعة اللي خدوا الأوسمة دي بس مش أنا بقى اللي خدتها خدتها الإغاثة فشوف ده الكلام ده أما أنت هنا هو في 2099 أنت بدي معركة شديدة جدا لابد مش بس المتطوعين لابد أيضا نعلمها في مبادرة مهمة جدا للأسف الشديد هذه المبادرة مجهولة أو مش مفعلة اللي هي مبادرة السفير الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا للاستجابة الإنسانية هذه المبادرة طبعا مدعومة من الأمم المتحدة مدعومة من العديد من المنظمات الدولية نحن في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أعطينا ورشة عمل أو برنامج تدريب مدربين تقريبا من 18 متدرب من الكويت وكان في ناس من بعض الدول العربية الأخرى فللأسف العديد من المنظمات تجهل هذه المبادرة سواء كان منظمات داخل الكويت أو خارج الكويت فهذه المبادرة بحاجة إلى تفعيل إذا فعلت ممكن تحل الإشكالية اللي تكلمت عنها أخت معالي شكرا طيب يبقى ميزانية لعمل الأبحاث والأوراق ميزانية معتبرة للتأهيل والتدريب ها الحاجات دي مش موجودة ميزانياتنا إغاثة مسجد بير كذا وبعدين هتعلم ازاي انا ابني خرج من ابتدائي دخل اعدادي بقى ثانوي خلص الجامعة عايز ياخد دكتوراه عايز يعمل ابحاث عايز لو انا عايز اطلع ابني يبقى استاذ في الجامعة ولا رئيس الجامعة لابد احط كل الميزانيات دي كلها لكن انا عايز ابني هنا هو يبقى بس يا دوبك ياخد مدرسة ثانوي هيبقى مدرس الزامي ابتدائي لو عايز ياخد مدرسة جامعة هيبقى مدرس ايه اعدادي الى اخره فاحنا في ثقافتنا مفيش الـ 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 الاشياء الاساسيه اللي اصبحت اساسيه دلوقتي يعني العيش لا ادي العيش لخبازه ولو ياكل ثلاث ارباع بس المهم هيطلع في الاخر عيش لو ادوها لواحد زيكو يبقى ياكل عيش كله هيطلع عجينه مش هيتاكل فده معنى المثل او الاغنيه المصريه فلابد ان يكون داخل مؤسساتنا نمو فكري راسي احنا بنهتم بالنمو الافقي المجتمعي فلوس وتبرعات طب كويس لابد ان نوظف هذه التبرعات في العمل ده عمل الدماغ بيقول لك الراجل ده عامل دماغ ده حاجه مش كويسه دي عامل الدماغ دي مش كويسه يا معلم عامل الدماغ ده يكون يعني عامل حاجه مش كويسه يبقى انت اشرحها بقى لفخامه المشير فلابد يكون عندنا في التركيبه دي كيف ان رسالتنا مفهومه عند الاخر يعني نقعد في مؤتمر دولي ونزعق ونصوت ونعمل وبعدين كل هيتوجس منك وانت صاحب قضيه لكن ما نقعد نفهم اسلوب وفلسفه وعبارات النقاش ودي يبقى احنا بنتكلم عن الناس هيتعاطفوا معنا الى اخره ففي حيثيات اخرى تختلف عن العمل الانفعالي اللي احنا بنتكلم عنه ده اختنا اتفضلي ما يمر يمكن اسبوع الا فريقين كويتيين شبابيين
نستضيفهم عندنا من أروع الأنشطة عندهم في شتى المجالات، ما شاء الله قاموا يطلعون حتى برا يروحون أفريقيا يروحون آسيا ويساعدون الناس. المجال الإنساني قام يصير جاذب للشباب لأنه يحقق لهم أمور على مستواهم الشخصي. دكتور المجال الإنساني يجذب الشباب لأنه يحقق لهم أمور على مستوى الشخصي، يحقق لهم وجاهة، يحقق لهم ثقة بالنفس. نعم. بس التحدي اللي واجههم هو التحدي اللي واجههم هو إن هل الشباب هذول حابين يستمرون؟ يعني وايد فرق شبابية كويتية قاعد نشوفها مستقبلها عندنا في الوسائل الإعلامية الكويتية، نلاحظ إن هم ما قاعدين يستمرون. رغم الفرق هذه قاعد تطلع تزيد، لكن هل قاعد تستمر؟ قليل من هل قاعد يستمرون. فبما أن المحاضرة عن المبادرات الشبابية نبعرف يعني شلون الفرق هذه تستمر طاقات الشبابية هذه، لأن من دون تجديد للدماء في العمل الخيري أعتقد يعني راح يصير في نوع من الخمول فعلا. في التفكير على الفكرة لن تتوقف المبادرة عند مشروع المبادرة، يعني هتكبر دايما. الفلاح اللي ما يقعدش على ارضه، احنا بنسميها في مصر يرقد على ارضه، يبقى راقد كده على ارضه، عمر ارضه ما هتخضر. فلاح اللي ما يرقدش، والعمل الخيري الانسان ده زي ايه؟ احنا فلاحين وبنزرع وبنحصد وبنجني الثمار بتاعنا عشان المجتمع ايه يستفيد بيها. فلابد الشباب يتعلموا انهم يركزوا على الفكره، مش مهم حجم المشروع اللي يقول ممكن يتحمس في انا عايز اجمع مليون دينار. طب وبعدين؟ انا يهمني ان انا اجمع 100,000 دينار وبعدين افضل مستمر لمده سنه وسنتين وثلاثه واربعه. ممكن جزء من الحاجات دي ان انا ابتدي اشتغل مع احد الجمعيات الكبيره اللي موجوده في البلد، اكون جزء منها، او ان انا بعد كده هسجل المبادره بتاعتي كجمعيه. بس كتير جدا من الشباب ينفعلوا في الاول وبعدين بيهدأوا، وده شيء طبيعي جدا. ساعة الازمة بتلاقي كل الناس بتساعد، بعد الازمة هتلاقي يمكن واحد ولا اثنين ولا ثلاثة هم مستمرين، وده شيء يعني ايه طبيعي ومش سيء. بل العكس، احنا بقى لو احنا عملنا منظومة التطوع، ده الامر الثاني، داخل الجمعيات الكبيرة او داخل الحكومات او داخل الوزارات، هنستطيع ان نستقطب هؤلاء الشباب اللي احنا نسميهم مبدعين ومبتكرين. يعني مثلا مؤتمر الامم المتحده الانساني اللي هيتم بعد سنتين، احد المحاور الاساسيه اللي في اربع محاور هي التحول المجتمعي عن طريق الابتكار. كان هتناقش في الموضوع ده بكره مش كده؟ التحول المجتمعي عن طريق الابتكار. مين اللي هيعمل الابتكار؟ الشباب. انتوا، انا مهما كان فكري الزمني خلاص ناقص لي كام سنه، واحد اثنين ثلاثه وخلصت الحدوته. ومهما ان انا هبدا، مش ممكن هبدا زي ما واحد لسه عنده الحيويه والاثاره والحركه والشبابيه اللي موجوده عندكم دي. لكن انا ممكن، ها انت ابو الشباب، عيد الشر عليك ان شاء الله يا دكتور. يا عم خلاص، ما هم هو الموت مش شر، الموت موت خير يعني عند بعض. لكن الراجل ده بس لما يموت نرتاح، بس هو يموت ويعملها، خدت بالك؟ ففي حاجه على مستوى الحكومه، في حاجه على مستوى المنظمه نفسها الجمعيه، في حاجه على مستوى المسؤوليه الاجتماعيه للشركات، للكوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي، لابد نلزمهم. الشركات الكبيره بتشتغل في البلاد عندنا سواء وطنيه او غير وطنيه، تدفع لتنميه الشباب، تدفع لدعم مبادرات، تدفع لدعم العمل الوطني او العمل التطوعي داخل الوطن. لابد يكون لنا بردك تكامل مع وزاره التربيه والتعليم، تجعل ماده التطوع جزء من الماده الدراسيه في الايه؟ في المنهج الدراسي نفسه. فكل هذه الاشياء هتخلق، مش مثلا مبادره تطلع كده وتنزل، لا، هيبقى العمل مستمر بانسيابيه كامله. وفي النهايه مش كلنا هنكمل في العمل الخيري، في ناس نفسهم طويل وناس نفسهم ايه قصير. اخر تعليق عشان بعد كده فخامه المشرح هيتكلم. يمكن ليست استفسار، خطتي هي اقتراح. اتفضل. ما شاء الله، بما ان مؤسستكم او منظمتكم اسلامك تهيئ وصلت الى التكريم اللي ذكرته وهو من ملكه بريطانيا، فهذا بحد ذاته انجاز ليس دنيوي، انجاز ان اثبتوا وجودكم في ظل مجتمع يتضع عليكم الزلة. طيب خلاص هفوتها لك كده، أو يعني نفوتها له يا سماعة. يعني عفوا، أنتم في مجتمع يرصدكم وينتظر أي خطأ يخرج منكم. مظبوط. تحمل خصوصا اسم إسلامك. نعم. والشعار الاستفزازي ده. نعم. مستفز. لماذا لا يكون هناك جائزة
أو 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 يعني تقييم أو جائزة تطرحونها أنتم كإسلامك ريليف؟ طيب. أنكم تعملون تحت. اكتب. دول مسؤولين إسلامك ريليف هنا. كلم دول. جائزة ليست في الكويت، أنا أقصد جائزة عالمية. لما دول برضك بتوع الأغاثة الإسلامية برا الكويت. أن تكون هذه الجائزة يعني غرارا على جائزة نوبل، يعني نوبل هو اخترع الديناميت واخترع هذا وأصبح جائزة للسلام، أمر نعم. يعني تناقض غاير جدا يعني، لكن الأولى أن تكون هذه الجائزة. طب ده الاقتراح الأول، هذا الاقتراح يعني أن تكون هناك جائزة، لا يشترط أن تكون مادية ولكن هي معنوية تشجيعية للمؤسسات. الجائزة باسم الإسلامية الكريف يا عم خلاص بقى. هناك أمر آخر وهو يخصني شخصيا. نحن لله الحمد يعني بشر ونحب في الله من نحب. لله الحمد منذ سنوات حاولت أن أقابل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أحب هذه الشخصية، فلم أستطع. حاولت 3 مرات في تركيا ما استطعت. سبحان الله، هذا مردود العمل الخيري، الله جاب لي إلى الكويت هنا ليكرمني بأحد الجوائز. الحمد لله أتينا هنا اليوم لنقابلك شخصيا. لا صح العظيم، نحبك في الله ونقابلك شخصيا. أنا اللي جاي لكم من كنت فينا امبارح، كنت في لا بحرين. أنا اللي جيت عشان أقابلكم، خلي بالك. هذه إحدى يعني بركات العمل الخيري. الحمد لله اليوم أنا أكلم شخص في مكتبي وأقول له يعني أتمنى أن يعني، قال لي ما يعني الليلة مسافر، الفجر مسافر، فما أعتقد أتقابله، فكنت أتمنى أن أقابل سيد المشير سواد. سبحان الله، الله أتى بهلالنا لكي أقابل. شفت بقى؟ أنت وهو في نفس المكان. لا أنت رجل موصول يعني، وربنا مبارك لك في عمرك. طبعا حيكون خير الختام. رحيم، إن الحمد لله نحمده على نعمه التي لا تحصى، ومنها نعمة هذا اللقاء الطيب الذي جمعنا بالطيبين الذين يعملون في العمل الإنساني الخير. ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا اسمحوا لي أن أعزي نفسي وأعزيكم في فقيد العمل الخير، فقيد الإنسانية، فقيد يعني الأخوة العربية، فقيد الأم الإسلامية والعربية، أخونا نادر النوري الذي يعني حزنت كثيرا لرحيله، لأننا جمعنا العمل الخير، خاصة حينما نأتي إلى الكويت هنا وحينما يزورنا في السودان أو نلتقي معه في المؤتمرات وفي الأعمال الخيرة كلها. فنسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في أسرته وفي أبنائه وأن يجزي له العطاء إن شاء الله. حقيقة حينما سمعت بالأمس أنك ستأتي وتحاضر هنا اليوم كان يوم أيضا، فجئت لأستمع إليك، فإذا بك تحاول الحديث. أشكرك جدا على ما تفضلت به. حقيقة أبدو الحديث بصلتي بالعمل الخير. حينما شاء الله لي سبحانه وتعالى أن أتقاعد بالمعاش وأنتهي من الآخر عمل رسمي في السودان وهو رئاسة الدولة لفترة سنة وأكثر شوية، وأذكر في ذلك التاريخ أو قبلها بحوالي 4 أو 5 سنوات يعني شاركت في أول اجتماع لما يسمى بمنظمة الدعوة الإسلامية، وهي منظمة خيرية طوعية إقليمية تعمل في إقليم إفريقيا. وحقيقة شارك في تأسيسها نفر كريم من الأمة العربية والإسلامية، خاصة من إخواتنا هنا في الكويت وفي بقية الدول العربية. الحقيقة شمال إفريقيا فقط مصر هي اللي شاركت معنا، ثم عدد من الدول الإفريقية، بمهمة أن هذه المنظمة الوليدة، منظمة الدعوة الإسلامية التي رأت النور في عام 1980 بحجة أن إفريقيا حينما غادرها الاستعمار حرص، حينما كان يستعمر إفريقيا على شمال المنوز، بارك الله فيه، حينما الاستعمار، ونحن في السودان كما تعلمون كنا تحت حكم الاستعمار البريطاني المصري، وحينما غادر السودان في عام 1956 أول يناير 56 واستقل السودان، وقبل أن يستقيل كما تعلمون أن السودان الجزء الجنوبي منه أو يعني وهي تعالي ثلث مساحة السودان يقتلها قبائل إفريقية صرفة لم يعني تتخذ من العربية لغة،
ولا من الدين الإسلامي دينا، وإنما كانت معظم القبائل قبائل وثنية. وحينما جاء الاستعمار في عام 1898 واكتشف أن جنوب السودان تسكن هذه القبائل الإفريقية، أصدر قانون سماه قانون المناطق المقفولة Closed Areas Act، كان عمل في أوائل العشرينيات، ومنع السودانيين الشماليين المسلمين أن يذهبوا للجنوب إلا قلة بسيطة منهم الذين يعملون في التجارة وعددهم محدود حتى يجلبوا البضاعة المطلوبة في جنوب السودان. أحب أن أقول ومن ذلك التاريخ هو لما قفل الجنوب عن المسلمين أتاح للكنائس الغربية أن تأتي لجنوب السودان وتنشر المسيحية. وحقيقة يعني حينما استقل السودان قبل أن يستقيل، وكانت في ذهنهم أن جنوب السودان يجب أن ينفصل عن الشمال، لكن حينما عقد مؤتمرا في عام 1947 ودعا له كافة الجنوبيين الذين كان يغزيهم بفكرة الاستقلال عن الجنوب عن الشمال عن شمال السودان، لكن الجنوبيون في ذلك التاريخ أجمعوا أنهم لن ينفصلوا عن السودان. وحينما أدرك ذلك قام الاستعمار بأنه أراد أن يوغر صدور الجنوبيين على الشماليين، فذكر لهم أنهم في قديم الزمان يعني قبل 200 سنة كانت هناك تجارة الرقيق التي كما تعلمون أنها كانت سائدة قبل 300 سنة تقريبا، وكل الأفارقة الموجودين في أمريكا طبعا نقلوا ونقلتهم السفن البريطانية إلى أمريكا وما إلى ذلك. وأيضا ابتدوا يقول لهم أنه طبعا الشمال شمال السودان ساهم في الحروب التي كانت من نتائجها أن يساق أهل الجنوب إلى الشمال كعبيد وما إلى ذلك. كانت هي فعلا في تجارة بتاعت رقيق لكنها كانت محدودة، لكن الاستعمار البريطاني وسع بحيث أنه بدأ يدرسها في المدارس حتى يوغر صدور الجنوبيين على الشماليين. ودي كانت نتيجتها إيه؟ لما الإنجليز خرجوا من السودان كانوا استطاعوا أن يعبوا نفوس الجنوبيين ضد الشماليين، بحيث أنه قبل استقلال السودان بحوالي 4 شهور وتحديدا في 18 أغسطس 1955 قام تمرد في جنوب السودان. والتمرد قامت به الكتيبة الاستوائية، لأنه الاستعمار كان من سياسته أنه سياسة فرق تسد، كان مثلا القوات السودانية الجنوبية كلها من أبناء الجنوب، كذلك الشمالية برضو تلقى يعني كتائب مثلا في جبال النوبة يقول لك سرايا جبال النوبة، وكذلك فرقة العرب الشرقية فرقة العرب الغربية وما إلى ذلك. فشاهد الموضوع حينما تمردت هذه الكتيبة وقضت في يوم واحد على ما لا يقل عن 700 من الشماليين الذين جاءوا في فترة بتاعت ما يسمى بالسودنة. وقبل ذلك يعني قبل استقلال السودان ب3 سنين، وكان ذلك في عام 1953 أي بعد قيام الثورة المصرية في مصر يوليو 1952، الرئيس محمد نجيب مشكور جدا أنه جمع السودانيين الشماليين في مصر، واتفق معهم على أنه لابد السودان الآن يجب أن يحكم ذاتيا ويهيئ السودان لتقرير المصير. وفعلا كان ذلك في تمت الاتفاقية في فبراير 1953، وبدأت بانتخابات وفاز في تلك الانتخابات الأحزاب التي كانت تدعو إلى الوحدة مع مصر، وقام محمد نجيب وحدها في حزب واحد فاستطاعت أن تكسب الانتخابات ورغم وجود بعض الأحزاب الاستقلالية حزب الأمة وما إلى ذلك. ومن ثم بدأت السودنة، استطاعوا فعلا في خلال أقل من سنة أن يسودنوا كافة الوظائف، وكانت كلها للبريطانيين حتى في المدارس. يعني إحنا درسنا بمدرسة المدرسة الثانوية كان كل المواد تدرس باللغة الإنجليزية مع عدد الدين واللغة العربية، أما بقية المواد كلها بالإنجليزي، وكان معظم المدرسين من البريطانيين مع عدد قليل من السودانيين. أشياء موضوعها تقول أنه لما سودنت الوظائف وجو سود الوظائف بتاعت الإنجليز اللي كانوا في الكتيبة أو في القيادة الجنوبية، ما كان في من الجنوبيين مؤهلين عشان يكونوا ضباط، فاضطر الإخوة السودانيون الذين يعملون في السودنة أن يأتوا بضباط من الجيش الشمالي في السودان ويحلوا محل الإنجليز.
فوبعدين الانجليز بحكت لكم انه اوغر صدون الجنوبيين على الشماليين واتفقوا معا ان يقوموا بثوره مسلحه في الجنوب، وفعلا كان ذلك في تاريخ اسود مشؤوم للسودان اللي هو يوم 18 اغسطس 1955 اي قبل حوالي يعني يمكن 4-5 اشهر من الاستقلال. فعاوز اقول انه يعني من ذلك التاريخ ونحن في قتال مع الجنوبيين يعني من 18 اغسطس 55 ونحن كان تخرجنا من الكليه الحربيه يعني بعد ذلك بفتره قصيره، وحتى 50 سنه القتال كان مستمر ما عدا فترات محدده كان فيها الاتفاقيه بتاعت اديس ابابا في سنه 72 ثم الاتفاقيه بتاعت جرنك فيما بعد، لكن كان القتال مستمر. يعني حقيقه السودان صرف في معركه الجنوب مليارات او اقل حقيقه، من زمان ذاك ما في مليارات، لكن لو انها صرفت في تنميه السودان لكان الان السودان يعني في وضع متميز تماما. احب اقول يعني نرجع مره ثانيه للعمل الخيري. حينما قامت هذه المنظمه التي تشرف برئاسه مجلس امنايا وهي منظمه الدعوه الاسلاميه في 1980 1400 للهجري، ايامي انا كنت في القياده العامه للقوات المسلحه وبعدين قائد عام ثم وزير الدفاع، وبعدك ان شاء الله نكون راسا للدوله لفتره سنه وزويه عشان الفترة التي خلفت فيها الرئيس السابق جعفر النميري. فبقول أنه قامت هذه المنظمة منظمة الدعوة الإسلامية بدعوة من السودانيين، وكذلك شارك معهم الإخوة في الدول العربية وكذلك بعض الدول الإفريقية يوغاندا وتشاد وممثلين لها. كان الهدف الأساسي من هذه المنظمة هو أولا نشر الدين الإسلامي في المناطق التي ليس فيها إسلام في القارة الإفريقية، وكذلك رفع مستوى المسلمين في افريقيا. كما ذكرت لكم ان افريقيا لما حينما غادر الاستعمار كان ركز التعليم والاداره وما الى ذلك في المسيحيين. تجد بلاد في غرب افريقيا تلقى السكان المسلمين اكثر من 90%، لكن تلقى رئيس الدوله مسيحي وتلقى رئيس عدد من الوزراء معظمهم من المسيحيين. ليه؟ لانه الاستعمار حينما كان في افريقيا حرم المسلمين من التعليم ولم يسمح لهم بالدخول في مدارس، لان المدارس كلها سلمها للكنائس، والكنيسه حينما تعمل مدرسه لا تسمح لاي شخص غير المسيحيين ان يدخلوها، ولذلك تجد بعض الاسر المسلمه اضطر ابنائها ان يدخلوا هذه المدارس ويغيروا اسمائهم. يعني احنا في جنوب السودان تلقى شخص اسمه يعني جورج حسين احمد مكي، تشارلس علي بلال، قام حسن، عشان من النوع ده. ليه؟ لانه دي قبلوا ان يتنصروا وبذلك دخلوا هذه المدارس. بقيه المسلمين حرموا من التعليم تماما. لذلك حينما فيما ذكرت لكم حينما قام السودان بحوالي بسودنه الوظائف التي كان يشغلها البريطانيون لم يجدوا الا المسيحيين الجنوبيين، اما المسلمين الذين كانت نسبتهم لا تقل عن 30% ليست لهم اي وظائف لانه ما كانوا متعلمين بالمستوى الذي يسمح لهم بتولي هذه الوظائف. عايز اقول انه منظمه الدعوه الاسلاميه الحقيقه مما قامت عندها حرص شديد جدا بان تستغل معظم الاموال التي تجيها في العمل الخيري، ولا تسمح بان يكون الانفاق على العمل الاداري اكثر من 15%. انا حقيقه شاركت في كثير من المنظمات التي كان يشارك فيها منظمات غربيه في الخليج هنا وفي مرات اخرى. فحينما نتحدث عن نسبة العمل بالنسبة للقضية التي جمعت لها الأموال نجد أن ما يصرف على العمل الخيري نسبة ضئيلة جدا، وحتى الأمم المتحدة تكاد تكون تعترف بأنه إذا صرف من المبالغ التي تجمع يعني حوالي 15% أو 20% تعتبر دي منظمة ناجحة. في الوقت ثلاث أرباع بيصرف على العمل الإداري، يعني العربات الفاخرة على البيوت على يعني الطائرات الطالعة والنازلة وبتاع، يعني حكاية كده كأنه الدنيا كلها في الشاهد. أحب أقول أنه يعني العمل الطوعي لابد له يعني بداية أن يحدد وأقل مبلغ ممكن هو للعمل الإداري، اللي هو طبعا العمل الإداري مهم جدا لأنك لما تجيب لك مبلغ وعاوز تعمل أو سواء كان مستشفيات أو مدارس أو توزيع إغاثات إلى ذلك، طبعا محتاج إلى يعني مجموعة من الناس اللي تعمل في هذا العمل. وطبعا كلهم ليسوا من المتطوعين الذين يعني عندهم اكتفاء ذاتي. معظمهم محتاجين إلى رواتب اللي عملوا العربات يركبوها عشان يوزعوا.
فيجب هذا المبلغ لا يزيد عن 15%. واذكر انه شاركت مره في دبي في قبل 3 4 5 سنين كده في مؤتمر وفيه عدد من شارك فيه عدد من الاوروبيون الذين كانوا يعني مدعوون لمثل هذا العمل. فذكر دخلت في نقاش مع واحد قلت له كم تصرفون في العمل الاداري؟ فاول حاجه احتار ما قدر يرد عليه لانه هو ادرك بانه ما يصرف على العمل. زي ما قلت لكم الامم المتحده بتعتبر انه اذا كان الصرف على الموضوع الذي من اجل جمعت تلك المبالغ يعني وصل 15% او 20% يعتبروا دي منظمه ناجحه. دي الامم المتحده نفسها، الكلام ده كان قبل 10 15 سنه، ما اعرف دلوقتي الامر كيف. فاحب اقول انه فعلا يعني في العمل الطوعي من حيث هو، والحمد لله تعالى دلوقتي منظمه الدعوه الاسلاميه لها لما بدا سنه 1980 والان 2014 لها حوالي 35 سنه او هكذا. قمنا باعمال واسعه جدا. انا اذكر لما برزت المشكله الافغانيه كان ارسلنا تيم الى بشاور وعمل المستشفى هناك وعمل حلقات بتاع الدروس لل، ثم كذلك في الاتحاد السوفيتي لما انتهى وظهرت هذه الجمهوريات الاسلاميه ايضا ارسلنا مجموعه الى اذربيجان وما الى ذلك. فبالرغم انه كان العمل بتاع المنظمه المفروض يكون محصور في افريقيا، لكن لانه هذه قضايا عاجله فشاركنا فيها. كذلك شرق اوروبا كان عندنا مكتب في البوسنه الهرسك وكوسوفو والمناطق دي، وفعلا قمنا باعمال واسعه جدا في تلك الايام. اما الان العمل مركز في افريقيا وعندنا اكثر من يمكن 26 مكتب في افريقيا، وفي بعض المكاتب تشرف على، وده كله حقيقه جنوب الصحراء ما عدا موريتانيا في شمال افريقيا. فحقيقه يعني بحمد الله تعالى نحن في المنظمه ولنا اكثر من 35 سنه استطعنا ان نقيم الاف بدون مبالغه المدارس، عدد ضخم جدا من الجوامع، دور الايتام، المياه النقيه الابار، ومثل دور الايتام وكثير من هذه الاشياء الحمد لله تعالى. ويعني مثلا الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم في دبي، اذكر انه قبل 15 سنه حينما قدمنا له وقدمنا له بعض الخيرين الذين يعملون معه في مجلس الامناء زي سيف الغرير زي جمعه الماجد وهؤلاء من كبار الشخصيات الخيره في. فحينما التقينا به كلفنا ببناء مدارس له في افريقيا، فبنينا له 40 مدرسه ثانويه متميزه جدا وكليه جامعيه في تنزانيا. وبعد ذلك نحن كمنظمه تقدمنا لمنظمه الوحده الافريقيه اللي هي الاتحاد الافريقي الان، وعن طريق رئيس السودان عمر البشير، انه هذه الشخصيه الفذ الوحيده التي قدمت لافريقيا هذا العدد الهائل من المدارس لابد ان تكرم. وفعلا الاتحاد الافريقي بسرعه جدا قبل الكلام بتاعنا ده، وحدد يوم الكلام ده يمكن قبل 4 5 سنوات، ودعا الشيخ حمدان بن راشد وجاء معه ما لا يقل عن يمكن 40 من الشخصيات الكبيره في دوله الامارات العربيه المتحده، وجرى تكريم صوره متميزه جدا حقيقه في اديس ابابا، واعطي وساما وخطابات شكر. فاحب ان اقول انه فعلا العمل الاسلامي الذي قامت به المنظمة وكذلك بعض المنظمات الأخرى كالهيئة العالمية للعمل الخيري الكويتي والمرحوم عبد الرحمن الصميت الذي يعتبر ده من أوائل الناس اللي قاموا في أفريقيا بعمل موسع للغاية، وبالتأكيد لأنه هو كان حريص أنه يذهب بنفسه وداخل الغابات ودخل. فلذلك ما قام به يعتبر يعني نموذج حي وطيب للغاية. لا اريد ان اطيل عليكم حقيقه، وانا سعيد غايه السعاده بالالتقاء بكم بالتقاء بالدكتور، ربنا يوفقه ويعافيه. شكرا جزيلا. شكرا. طبعا هنلخص النهايه. خمس جد تكلم عن التعليم، تكلم عن الوحده الوطنيه وده جزء من عمل خيري ايضا عمل انساني. تكلم في البعد الافريقي وتكلم ايضا في البعد الذريعه لجنوب السودان، وطبعا السودان تعتبر ظهر الأمة الإسلامية، لكن احنا مش مقدرين ان احنا ظهر قوي وكل شوية بنهمل الظهر بتاعنا. فعم نشكر فخامة المشير ونشكر جمعية الشيخ نادر النوري، واتفضل عشان هنختم، ونشكركم جميعا ان انتم سمحتوا لنا او على الاقل سمحتوا لي انا ان انا اسافر واجي اقعد معاكم النهاردة الساعتين دول، واتمتع بالاستماع اليكم واتعلم منكم
الكثير، وربنا تعالى يزود الخير خيرين بوجود فخامة المشير معنا وبوجودي معكم جميعا. شكرا. هو طبعا العمل الاداري بينقسم لكذا شيء، ده قد يكون ده مرتبات الموظفين، لكن في العمل الاداري في اعمال اخرى كذلك، زي ما كان سعاده المشير او فخامه المشير اتكلم عنه بيوصل ل 10 و 15%. في العمل اللي هو الـ احنا خدنا فتوى من احد المشايخ الله يرحمه الشيخ فيصل المولوي، في مناطق مثلا العمل الاغاثي في جنوب السودان كان بعد موسم الامطار لا تستطيع تدخل جنوب السودان لمده مثلا 4 أو 5 أو 6 أشهر، كان بيحصل اسقاط، مواد اغاثيه بتسقط بالطيارات لان الشاحنات ممنوعه، وكانوا ممنوعين اللي هو دخول المراكب من الشمال للجنوب عن طريق النيل، فكان بعض المؤسسات مضطره انها تصرف 70 و60 و80% في حاله خاصه. كذلك في المناطق الخطره قد تستطيع ان انت عشان تشجع بعض الموظفين انك بتعمل لهم تامين على الحياه، بتديهم مرتبه اكتر، فبتوصل مناطق زي الشيشان محدش بيقدر يروحها، مناطق زي جبال افغانستان محدش بيقدر يروحها، فبتضطر انك تدي الموظفين مرتبات اعلى عشان تحفزهم انهم يروحوا هناك. لكن هو في المتوسط كل زي ما فخامه المشير قال 15% او ماكسيموم 20% كل المؤسسات دول لا تتعدى هذا الخط الاحمر، لكن في بعض الاشياء زي مثلا حاله خاصه لمنطقه معينه صعب الدخول لها، قد ترتفع في المنطقه دي بالذات، في منطقه ثانيه قد تكون 4% او 5% او 6% او 7% او 8%. فكلها يعني مثلا دارفور لو انا عايز اصرف نفس المشروع في الخرطوم هيكون تكلفته نص نفس المشروع في دارفور. ليه؟ لان انا بضطر ان انا اجيب شاحنات، والشاحنات دي بتطلع بتاخد كام 3 أو 4 أيام عشان توصل لدارفور، ولو العجله بتاع الشاحنه دي اتكسرت والسواق وهكذا. لما تتكلم انت عن السودان دي قاره او شبه قاره فيها حوالي مليون ميل مربع او اكتر، لا ان شاء الله تزيد ان شاء الله احنا نقول لها. فما تطلع مع حبينا مثلا نلف السودان نروح من الدمازين اللي هو اقصى الشرق عن النيل الازرق لدارفور اقصى الغرب لجنوب السودان كان لازم ناخد طياره، فالطياره دي عشان عندي انا مثلا 20 موظف عايز اخلص المده الرحله دي في 10 ايام، لو انا انت اخذتها بالعربيات هتاخد شهر او اكتر من شهرين كمان عشان اتحرك. فانت بتحسب التكلفه بتاعت الطياره اللي بتوصلك وتوديك هناك، وبتحسب اللي هو الوقت الموظفين كذلك، وقت الموظفين ده او المتطوعين غالي جدا، فانت بتضطر انك في بعض الاحيان يعني زي ما تقول ايه المنطقه بتحدد اللي هو الرننج حاضر بس انا بتكلم بالعربي بتحدد المصاريف الاداريه واخد بالك ليه؟ لان انا في النهايه يعني عايز اطلع الناس، ناس خايفه تشتغل في منطقة، إلا بقى الناس اللي باعت نفسها زي لله سبحانه وتعالى زي الشيخ نادر النوري رحمة الله عليه، أو الدكتور عبد الرحمن السميت رحمة الله عليه، أو أخونا أبو يعقوب شيخ يوسف الحجي شفاه الله وعافاه إلى آخره، يعني هو إلى الآن في التسعينات من عمره ولسه أنا متأكد إن هو في غيبوبته بيفكر في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، لأن قلبه ده ما زال ينبض بحب الهيئة وحب العمل الخيري. مش مشكلة تفضلوا ان شاء الله. شكر جزيل للدكتور هاني البنا على حضوره من سفرته، يعني هو كان بالكويت قبل 3 أيام وسافر ورجع بس عشان هذا الموضوع، وشكر لسيادة المشير على حضوره وتشريفه لنا ولكل الحضور من فرق تطوعية واصحاب مبادرات، جزاكم الله خير. نقعد ازاي في السور عشان كلنا الاخوات والاخوة يصوروا معنا.